سيد محمد، اليوم كيف كان التعامل من قبل قوات الأمن مع التظاهرات التي خرجت اليوم وكانت متجهة نحو رئاسة الجمهورية؟ كالعادة تقابل المواطنين بالعنف يعني المفرط. يعني هم يتحدثوا عن أنه هم ضد المخربين. يعني نعم. أنا يعني لو مسكناها من ناحية، يعني أنا الآن يعني أخرب أو أحرق سيارة تابعة للمؤتمر الوطني اللي هو الحزب الحاكم، أو أحرق دائر مؤتمر وطني اللي هو الحزب الحاكم، أنا ما بستفيد منه شيء. اللي هو الدائر اللي تحاك فيه في داخله المؤتمر المؤامرات ضدي، والسيارة اللي يندهس بها المواطن السوداني. طيب؟ نعم. وهم يقولوا لك، يعني يقولوا هذا يعني هذا عنف، واللي عملوا هم ما عنف. يعني كونك تقتل طفل في عمر 12 سنة و10 سنة بقناصة في راسه، هذا ما عنف. يعني أنا كمواطن سوداني، كونه أحرق عربية وكونه أحرق دار للحزب الحاكم، يعني يشوفوا هذا تخريب، ولكن قتل الناس ما تخريب. فكالعادة نرجع لسؤالك، كالعادة يعني يواجهوا الفشود بالقمع. طيب. بالصلغة الناري، بالقناصين. نعم. بالغاز المسيل للدموع كالعادة.